اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. معانا النهارده ديكورات وفرش شقه واحده في معاداه بورتسعيد، التشطيب والفرش من شركه العمده. الوحده دي مساحتها 90 متر. ده الريسبشن، تعمل فيه ليفينج بسيط صغير، فتح المطبخ على الريسبشن. اختاروا طبعا ترابيزة سفرة اللي هي الكراسي بتدخل فيها، لان عشان طبعا المساحات هناك صغيرة. ديكورات اتعملت باللون الابيض، واتدخل فيها الاضاءة باللون الابيض واللون الازرق. الفرش باللون البيبي بلو، والسفرة باللون الأسود، والتنجيد باللون الكافيه، وطبعا برضو الليفينج اتأخد لون الأزرق، البيبي بلو والأزرق والكافيه. طبعا الفرش كله مودرن، والشغل كمان الجبسن بورد والدهانات كلها مودرن. الواحدة عبارة عن غرفتين، دي الغرفة الأولى. طبعا ديكورات الجبسن بورد بسيطة خالص، بتعمل السرير في النص وحواليها الدولاب اتقفل، لأن هناك الوحدات الغرف حجمها صغير، فالأساس كله بيتعمل تفصيل على حسب المساحة. هنروح للغرفة التانية. تعمل فيها 4 سراير اللي هما السريرين فوق بعض. الغرفة دي أكبر من الغرفة التانية مساحتها. متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتركوا للقناة وفعلوا الجرس، وقولوا رأيكم في الوحدة دي.